يا صباح الخير وصباح السعادة والأمل والتفاؤل، وعيش حياتك وإزاي نعيشها صح ونخس من غير حرمان. آخر أيام في 2022، وإن شاء الله الأسبوع الجاي هنبقى معاكم في أول أيام السنة الجديدة 2023. ربنا يجعلها كده سنة كلها سعادة وخير، واللي ما حققش حاجة في 22 إن شاء الله 2023 تبقى هي سنة تحقيق الأهداف بالنسبة له، وتبقى سنة سعيدة علينا كلنا يا رب إن شاء الله. الصبح كنت بقول إن كل حد زعلان وبيقول ان انا في 2022 كانت سنه مش حلوه وغامقه وموف والحاجات الغريبه اللي بنقولها دي، انا مش عايزه منكم غير ان انتوا تعدوا ثلاث نعم ربنا ادهلنا وكانت عندنا في 2022. النعم دي مش بس ماديه، لا، الصحه، النظر، الشم، التذوق، اللمس، ان احنا نمشي على رجلينا، البصر، كل دي نعم. فانا مش عايزه منك غير ان انت تعد ثلاث نعم كانوا عندك في 2022، وتحدد هدفين عايز تحققهم في 2023 عشان تبدأ السنة كده سنة تحقيق الأهداف وتمشي عليهم وعلى الخطى الصح ان انت تحققهم، علشان تحس ان انت عايش بتحقق أهداف، وده الغرض من الحياة عامة. ربنا خلقنا علشان خاطر نسعى ونجتهد ونشتغل ونحقق أهدافنا، وده المهم. فكل اللي انتوا هتعملوه ان انتوا تعددوا ثلاث نعم بس كانت عندكم في 2022، مش بس تشوفوا الحاجات الوحشة، وتحددوا هدفين عشان ان شاء الله تقدروا تحققوهم في 2023. ده أول حاجة كده عايزة أقولها. بداية طبعاً إحنا عارفين إن إحنا في عيش حياتك، عايزين نعرف إزاي نخس صح وإزاي نخس من غير حرمان، وأول حاجة صوروا أرقام الفريق الطبي اللي موجودة معاكم على الشاشة، وبقينا ثلاث أيام فبشكرهم طبعاً على المجهود الزيادة معايا في البرنامج وفريق البرنامج، وموجودين معاكم 24 ساعة علشان يعرفوكوا أحسن الطرق علشان توصلوا للوزن المثالي علشان تبقوا في أحسن حال وأحسن صحة. وبداية البرنامج كده النهاردة، الأول طبعا هتنزل لينك صفحة عيش حياتك علشان برضو تتواصلوا معانا عن طريق الصفحة. أنا عندي رسالة عايزة أوجهها لكل الستات، عشان في شكاوى كتيرة جدا بتيجي من الستات مش بس الرجالة. رجالة كتير جدا بيشتكوا إن الستات بتهمل نفسها، وخصوصا بعد الجواز وبعد الخلفة وبعد ما بيبقى عندنا أولاد. أنا عارفة إن أنتي مظلومة كواحدة ست، بس ست يعني جمال، ست يعني تهتمي بنفسك، يعني تعتني بنفسك، يعني تحسي ان انت في احسن حاله. مش عشان اتجوزتي خلاص ان انت تهملي نفسك ومش مهم وانا بجري ورا الولاد ورا الدروس ورا التمارين، لا، انا عايزه كل الستات تهتم بنفسها، وزي ما بقول ست يعني جمال. فمش حلو ان تيجي شكوى من راجل يقول ان مراتي مهمله، او ان مراتي مش بتهتم بنفسها، او مش بتهتم بجسمها، او سايبه نفسها انها تتخن. لا طبعا، انا عايزه الرساله دي اوجهها لكل ست، زي ما ساعات بنشد على الرجاله وبنقول لهم اهتموا بمراتاتكم، لا، الرساله دي بقى للستات، اهتمي بنفسك واهتمي ببيتك وزوجك واولادك، واهتم، ويعني المي تايم ده انا بشجع كل ست انها تهتم بنفسها. لما تبقي راضيه عن نفسك هتقدري ترضي اللي حواليكي. فدي برضو من الاهداف اللي انتوا تحددوها السنه الجايه، ان انت تقولي السنه دي بقى انا ههتم بنفسي عشان خاطر ارضي كل اللي حواليا وارضي نفسي برضو. النهارده معانا كورس لينكاب، اول حاجه كده كورس مسجل ومرخص من وزاره الصحه، والكورس ده هو اللي هيعرفك ازاي تبقي في احسن حال، وازاي تخسي، وازاي جسمك يبقى مظبوط، وده اللي بيدي ثقه بالنفس. انا عايزاكي تبقي واثقه من نفسك. فاي واحده ست بقى وزنها زياده شويه، جسمها اتاثر من الحمل والولاده، تقدر عن طريق ارقام التليفون اللي موجوده دلوقتي على الشاشه ولينك صفحه عيش حياتك اللي نازله قدامكم برده دلوقتي، ان انتوا تتواصلوا معانا فون او واتساب 24 ساعه قاعدين علشان حضرتك. ناخد كنزي ونرجع نكمل كلام. الو الو كنزي، صباح الفل. صباح النور يا دكتور، عامله ايه؟ تمام حبيبي، بخير، كويسه. ايه الشياكه والحلاوه دي؟ يا حبيبتي ربنا يخليكي، ده عيونك الجميله يا قلبي، ربنا يخليكي. حبيبتي والله. الله يخليكي يا كنزي. بتكلمينا منين؟ بكلمك من حدائق اكتوبر. منورانا جنبنا يعني. ايوه. منورانا حبيبتي، منورانا حبيبتي بنورك. الله يخليكي يا كنزي. قولي لي بقى، احنا عندنا مشكله ولا ايه؟ ولا زي ما انا بقول عايزين نحدد بقى اهداف للسنه الجديده عشان نبقى احسن واحسن باذن الله؟ لا، هو انا ما عنديش مشكله خالص، انا بتصل بس اشكر حضرتك والفريق الطبي الممتاز. حبيبتي يا ربي يخليكي، تسلميلي بجد، كانوا دايما بيتابعوا معايا، ده غير التاكيد والمتابعه، التيم كله اصلا بروفيشنال جدا. طب الحمد لله، دي اخر سنه، دي اخر حلقه، لا عندنا السبت الجاي، المهم في اخر حلقات السنه القديمه. ايوه بالظبط، فاحنا بنختم بقى بالحاجات الجميله دي اللي هي تدينا أيوة. امل علشان ندخل ان شاء الله السنه الجديده. انت كنت متابعه؟ أيوة معايا الحمد لله، وصلت الوزن المثالي وجوزي مبسوط جدا جدا
الحمد بالنتيجة. لله الحمد لله. طيب كويس، وبجد شكرا لكم جدا، انتوا غيرتوا حياتي. طب الحمد لله والله، ما ده اللي انا بقوله، ان الواحده تهتم بنفسها، اولا هتبقى راضيه عن نفسها فهتقدر ترضي اللي حواليها، لكن مش هتبقى مكتئبه وثقتها قليله بنفسها، لا يبقى عندك ثقه بنفسك علشان تقدري تدي اللي حواليكي وتبقي فرحانه كده. عارفه انت الواحده لما بتحس نفسها جميله، احنا ربنا خلقنا كده، الست بتحب أيوة. تحس انها جميله، فلما تحسي ان انت جميله بتقدري ان انت تبقي راضيه عن نفسك وترضي اللي حواليكي. ثقه بالنفس يا جماعه دي اهم حاجه. طيب والله انت اللي جميله يا دكتور. يا حبيبتي ربنا يخليكي، بس اهم حاجه ان انت تفضلي مكمله معانا، يعني في بقى أيوة. كورسات بقى التثبيت بعد كده علشان يعرفوكي ازاي بالظبط تكملي على الوزن المثالي علشان خاطر ما تزيديش تاني، لان الجسم انت عارفه. ما هو الدكتور دايما متابع معايا أيوة. ومتابع وزني، يعني ما شاء الله بجد فعلا المتابعه معاكم حلوه جدا. طب الحمد لله، حتى بعد ما انا خسيت هم لسه برضو متابعين معايا. طيب عشان كده دايما بقول متابعه الفريق الطبي يا جماعه متابعه ممتازه، عشان كده بشكرهم بقالي كام حلقه لما بداوا فعلا الناس النتائج تظهر عليهم. متابعه الفريق الطبي كمان بتبقى مجانيه، بيكلموكوا على طول، بيشوفوا الوزن اللي انتوا وصلتوا له، بيشوفوا النظام الغذائي اللي انتوا ماشيين عليه، بيغيروا النظام، وده ميزه الفريق الطبي لبرنامج عيش حياتك. ومع طبعا كورس لينكاب اللي انا عايزه بقى اقوله دلوقتي كده قبل ما ناخد مكالمات تانيه، كورس لينكاب هعيد مره تانيه واكد ان هو صيدليه متنقله، في كل العناصر اللي تخليني اخس صح واخس من غير حرمان، وكمان يعوضني عن اي عناصر جسمي محتاجها. ومش بس كده، لا هو زي ما بقول لما هخس هبقى افضل، صحتي هتبقى احسن، وطبعا مسجل ومرخص من وزاره الصحه. انا عندي القهوه الخضراء، عندي المورينجا، عندي فيتامين دي، عندي نقط الحرق اللي هي خل التفاح اللي انا بحطها على كل الاكل وعلى اي عصير واي مشروبات انا بشربها، عندي الكبسولات الذكيه اللي هي الكبسولات اللي بتسد الشهيه. فكورس لينكاب كورس مصمم كده علشان خاطر يقضي لي على اغلب المشاكل اللي بتسبب السمنه، يعني لو انا باكل كتير هاخد كبسوله سد الشهيه علشان يقفل لي موضوع الشهيه شويه وما اقعدش اكل عمال على بطال، وكمان لو انا عندي مشكله في الحرق برضو هيحفز لي الحرق عن طريق القهوه الخضراء والمورينجا، لو عندي احتباس سوائل هتنزل السوائل الزياده دي. فهو زي ما بقول كورس مصمم علشان خاطر يقضي لي على كل المشاكل اللي بتسبب السمنه. مش بس كده، اول 100 متصل يلا الحقوا بقى العرض بتاع راس السنه ده، اول 100 متصل هياخدوا خصم 50% لو اتصلوا وخدوا الكورس النهارده. الناس اللي هتكمل معانا بقى وتقعد على المدى الطويل اللي هم الثلاث شهور هياخدوا كورسين والثالث مجانا برضو، والناس بقى اللي بعد ال 100 متصل لما ياخدوا كورسات هياخدوا الهدايا اللي معانا اللي هي شامبو العلاجي للشعر، لان كلنا شعرنا متدمر كلنا، واحنا يا عيني المحجبات بنعاني علشان الحجاب طبعا، فشعرنا بيقع وبيتقصف والتغيير الفصول بيكون فيه قشره كمان غير اللي بيبقى متهالك الشعر، فشامبو طبعا معانا هديه. فمعانا هدايا كتيره جدا، اتفرجوا بقى على حلقه راس السنه لان معانا حاجات كتيره ومهمه، والمهم ان احنا عايزين نخس يا جماعه، عايزين نبقى احلى واحلى على راس السنه عشان نلبس براحتنا. الو معانا تليفون اسامه. صباح الفل اسامه. صباح النور. بتكلمنا منين؟ من القاهره. تمام، قول لي بقى اسامه مشكلتنا ايه؟ انا يا دكتور بلعب جودو. تمام. واللعبه دي بتحب الاوزان الثقيله. ايوه تمام، عضل. بتحب العضل. وصلت ده عضل على دهون يعني ما تبقاش عضل قوي. تمام اوكي، وزنك قد ايه؟ 110. 110 وطولك؟ 185. طيب اوكي، سنك قد ايه؟ 23 سنه. تمام حلو جدا، طب انت ايه مشكلتك؟ انا كنت بلعب وتمام بس جات لي اصابه في ركبتي. تمام. وكانت عايزه عمليه. اوكي. بس الدكتور قال لي لازم اخس قبل العمليه. اه طبعا لازم جدا. هو دلوقتي دي انت طبعا ان شاء الله تبقى من اول 100 متصل فتاخد معانا ايه الخصم 50%، دي حاجه. الحاجة الثانية كده ركز معايا، مشكلة الرياضيين الناس اللي اوريدي بيلعبوا رياضة ان هم لما بيحصل اصابة او بيبطلوا لعب جسمهم بيزيد. ليه؟ لان انا متعود ان انا باخد سعرات حراريه كتير، باكل كتير وبحرق، فانا دلوقتي باكل بنفس الكميه بس ما بحرقش لاني ما بلعبش، فطبعا دي مشكله، فلازم اخفف وزني علشان خاطر انت بتقول عندك اصابه ومحتاج عمليه. طيب هنخفف وزننا ازاي؟ لازم اخفف وزني بطريقه صح، لان انا ممكن اعمل نظام عشوائي، اخد اي ادويه من على الانترنت مثلا تعمل لي مشاكل اكتر، لا انا عايز اخس بصوره صح، وعايز احافظ على العضل الكتله العضليه، ودي مهمه جدا علشان ما تخسرهاش عشان تقدر ترجع مره ثانيه، لان في ناس لما بتخس بتخسر من العضلات الكتلة العضلية بتخسر منها، وده الغلط، وده ميزة الدايت الصح النظام الصح. اولا طبعا انت معانا في كورس لينكاب هتاخد القهوة الخضراء، هتاخد المورينجا، هتاخد كبسولات سد الشهية. بصوا انا من امبارح بقول لكم الثلاث حاجات دول اساسيين يا جماعة، الثلاث حاجات دول اساسيين، ان انا باخد القهوة الخضراء والمورينجا وكبسولات سد الشهية.
كبسولات سد الشهيه اللي هي بتقوم بدور بالون المعده، اللي كل مره ببقى حريصه ان انا اقولها لكم علشان خاطر ما تفتكروش انها بتشتغل سنترال على مراكز المخ. لا، كبسولات سد الشهيه بتشتغل زي بالون المعده. ازاي؟ ان انا لما باخدها بشرب ميه كتير فبتنفش فبتملى المعده، بتاخد فوليوم اكبر. فلما تاخد فوليوم من المعده كبير او حجم كبير، الجزء اللي فاضي بيبقى صغير وهو ده اللي بيستقبل الاكل، ودي ميزه كبسولات سد الشهيه. معايا يا اسامه؟ وبعد كده تاخد فيتامين د. فيتامين د بقى هيوزع لك الدهون اللي هي المتكتله في حته وحته دي على الجسم كله، لان هو نقصه بيسبب سمنه موضعيه، وكمان علشان الالام اللي موجوده في العظم بتاعك. وطبعا نقط الحرق اللي هتاخدها هتحطها على اي عصير، اي سلطه، اي اكل، فهتفرق معاك جدا. طبعا انت من اول 100 متصل، وباكد مره تانية ان اول 100 متصل هياخدوا خصم 50%. احنا عمالين نسهل لكم الدنيا، جايبين لكم فريق طبي لحد البيت، واستشارات طبيه لحد البيت، والشحن مجاني، والحاجه بتوصل لكم لحد البيت، وكمان خصم 50% يا جماعه على الكورس. فبنشجعكم ان انتوا تكملوا. والسمنه مرض، وهعيد مره تانية، السمنه مرض. السمنه مرض وهو نمره 2 في الامراض اللي بتؤدي الى الوفاه، لان هو بيؤدي للاصابه بالامراض المزمنه. فلازم نخس، مش اوبشنال ومش رفاهيه ومش عشان بس نبقى حلوين، لا لازم نخس علشان خاطر صحتنا. والناس طبعا كتير جدا دلوقتي، نسبه الناس اللي عندها سكر كتير، نسبه الناس اللي عندها ضغط وقلب، فلازم نخس، ما ينفعش ان احنا نسيب نفسنا كده. تمام. طيب بصوا بقى، احنا كنا اول حلقه بنوصي وبنقول الستات بنوصيها على الرجالة وبنوصيهم على نفسهم، وبنقول لهم لازم تهتمي بنفسك وتبقي حلوة. وده اللي أول مشكلة كده جات لي من امبارح. مراتي عندها 35 سنة، من يوم ما اتجوزنا وخلفت وأهملت في نفسها خالص. خلفنا ولدين وزادت في الوزن لدرجة إن هي قربت على 100، مش طويلة قوي، ولسه عندها 35 سنة. فطبعا ده مضايق، وهو كراجل متضايق، لأن هو حابب إن مراته طبعا تبقى في صورة معينة، وده حقه. وكمان هي متضايقة بس ما بتعملش حاجة، يعني هي متضايقه فبتطلع همها في الاكل، واحنا مش عايزين كده. هرجع واقول لك مره تانية، ست يعني جمال، ست يعني اهتمام، يعني تعتني بنفسك، يعني تبقي حلوه، وتبقي حلوه في نظر نفسك وفي عينيكي قبل ما تبقي حلوه في عينين الاخرين يعني. بس طبعا جوزك ليه حق، ولازم ان انت تخسي. علشان كده قلت له ان هي ان شاء الله هيوصلها كورس لينكاب، وهتاخد عليه خصم 50%، واحنا هنخسسها له. يعني احنا هندخل تحدي بقى معاه وهنخسسها له، وهتبقى هي كمان راضيه وهي بتخس. ليه؟ لانها مش هتحس انها محرومه من حاجه، وده ميزه كورس لينكاب. تعالوا ناخد تليفون ونكمل كلام. الو. الو. ايوه، مين معانا؟ مع حضرتك سناء من اسماعيليه. سناء اسماعيليه؟ لا ده اهلي بقى، ده يعني كده خلاص يعني انا ايوه ده بصره كده اصلا. سناء صباح الجمال عليكي. صباح النور يا دكتور. يلا قولي لي حبيبتي ايه مشكلتنا؟ إيه، انا ابني عنده 11 سنه وللاسف ما بيحبش ولا اللبن ولا البيض ولا يعني كل الحاجات المفيده عموما ملهوش فيها خالص، وكمان جسمه قليل ما بيقدرش يعمل اي مجهود ولا اي تركيز. اه تمام. بس بصراحه مش عارفه اعمل ايه يعني. مش عارفه، ده دورك بقى يعني. 11 سنه ده دورك انت. لا ده دور الام، لسه صغير جدا، مش بس اعتمد على مكملات غذائيه، هي مهمه، بس دور الام اهم. دور الام اللايف ستايل بتاعه. اوكي، هو ممكن يكون مش بيحب اللبن والبيض، بس انا ممكن اوظفهم له. يعني انا ممكن ما يشربش اللبن زي ما هو، بس ياخده في كيك، ياخده في مكرونه. ممكن ما ياكلش البيض مسلوق او اومليت، بس ممكن احطه له في بان كيك، في كريب، في كيك، في مكرونه بشاميل، في اي حاجه. والفكره في ان انا اعمل البدائل، لان في اولاد مش بيحبوا اكل البيت، وانا مش عايزاهم ياكلوا بره. بس الفايده، الميزه بقى هنا، ان الام تقدر انها توظف ده في حاجات في البيت، مش كل من بره وخلاص، وبلاش بيض وبلاش لبن وبلاش فول. لا طبعا، هو في مرحله ان هو بيبني جسمه، بيبني جسمه، يعني عايز كل العناصر الغذائيه، مش عايز حاجه وحاجه، لا ده مرحله بناء. احنا الكبار بنقول انا مش عايز اكل كذا، بس باكل بديله. لكن السن الصغير ال 11 سنه ده هياخد مكملات غذائيه طبعا موجوده معانا مع كورس لينكاب. عندنا برضو حاجات للاطفال وللكبار وللي عايزين يتخنوا واللي عايزين يخسوا، والفريق الطبي طبعا هيقولك الصح ايه. لكن المهم انت اللي تحطي له الجدول كده اليومي، تحطي له اللبن في الاكل، تحطي له البيض في اكل تاني، تشوفي هو بيحب ايه وتعمليه له، لكن ما تكبريش دماغك وتطنشي. وطبعا محتاج اوميجا 3، ودي برضو عنصر اساسي موجود معانا في كورس لينكاب، لازم برضو تاخديه. الاوميجا 3 طبعا فايدتها بالنسبه للناس الكبار ليها فايده كبيره، وبالنسبه بقى للولاد الصغيرين بتزود تركيزهم، تخليهم اليرت كده ومنتبهين، علشان الولاد طبعا دلوقتي مشتتين، وبلاي ستيشن وطول النهار في 6000 حاجه مشتتاهم. فالاوميجا 3 مهمه جدا جدا جدا، لازم ان انت تاخديها. بس هكرر مره تانية، الدور الاساسي هو دورك. والله لو جبت لك مكملات غذائيه بتاعت الدنيا كلها،
وحطيتها لك قدامك، لازم الاكل برضو ياخد منه عناصر معينه، لازم ياكل صح علشان ما يجيلوش انيميا، ما يجيلوش فقد في الكتله العضليه، ما يبقاش جسمه هزيل وقليل، والاهم المناعه تتاثر. ما انا لما مش هاخد العناصر اللي جسمي محتاجها المناعه هتتاثر، واي حاجه بسيطه، اي فيروس بسيط، اي بكتيريا هتاثر فيه. فدورك مهم جدا ان انت توظفي له اللبن والبيض في اي اكل تاني هو بيحبه. طبعا دور الام مش عايزين ايه ان احنا نطنشه يعني خالص، ده هو الاساس، الام هي الاساس، عشان كده انا بادئه الحلقه للستات. طيب احنا قلنا مكونات كورسلين كاب، القهوه الخضراء، المورينجا، كبسولات سد الشهيه، الثلاث حاجات دول الحاجات الاساسيه لاي حد عايز يخس. اي حد عايز يخس وخشوا كده جوجلت يعني على القهوه الخضراء وشوف فوائدها بالنسبه للتخسيس، وشوف فوائدها للصحه العامه. مضادات اكسده، بتعمل كنترول لنسبه السكر في الدم، نسبه الكوليسترول، بتمنع تكتل الدهون، مهمه جدا جدا لاصحاب مرض الضغط والقلب، لان هي بتمنع او بتقلل الكوليسترول والدهون اللي بيخلي الواحد عرضه للاصابه بتصلب الشرايين. فده دور القهوه الخضراء، غير طبعا انها بتزود الحرق بنسبه ما بتقلش عن 60%. المورينجا كذلك، المورينجا مهمه قوي قوي للناس اللي عندها سكر. ليه؟ لان من ضمن مكوناتها فيتامين بي، وفيتامين بي ده احنا اي حد عنده سكر هتلاقوا روشته العلاج بتاعته فيها فيتامين بي، بيروح يجيبه من الصيدليه. ليه؟ لان مريض السكر بيبقى عنده حاجه اسمها التهاب اعصاب طرفيه، بيبقى عنده نهم لاكل الحلويات او نهم للاكل في العموم، فالمورينجا بتقفل الموضوع ده، بتقضي على قصه ان هو ياكل كتير فيعلي السكر، بالعكس ده بتعمل كنترول لنسبه السكر، فمش بس هخف لا هتعالج وهتحافظ لي على نسبه السكر في الدم، فهتبقى تخلي صحتي افضل وتحافظ على استقرار الحاله الصحيه لاي حد عنده سكر. طب فيتامين د، فيتامين د ليه كذا رول بقى، ليه كذا مهمه. اول حاجه فيتامين د طبعا علشان خاطر لو واحده بتهتم بجمالها وشعرها وبشرتها مهم جدا، لان نقصه بيسبب تساقط الشعر وبيسبب البشره الشحبه والبهتان اللي بيكون في البشره، دي حاجه. لو حد عايز يخس فيتامين د مهم جدا عشان السمنه الموضعيه، الناس اللي بيبقى جسمها جسم التفاحه او جسم الكمثرى فيتامين د مهم قوي قوي عشان يوزع الدهون دي. المهم بقى كمان في فيتامين د ان هو النسبه بتاعته لما بتقل بيسبب لي المود الرخم والزهق والاكتئاب والملل والخمول، فلازم ارجع نسبته للنسبه الطبيعيه علشان اطلع من الخمول والهمدان والاكتئاب. وده برضو من مكونات كورسلين كاب. ناخد تليفون ام اميره. الو. ايوه صباح الجمال. صباح النور يا دكتوره. ايه اخبارك؟ ايه يا جميل، بتكلمينا منين؟ من الفيوم. منين؟ من الفيوم. من الفيوم، اهلا. كان امبارح معانا ناس من الفيوم. قولي لي بقى مشكلتنا ايه؟ انا امي ست كبيره في السن. اوكي. امي ست كبيره جوي في السن. تمام. عندها كام سنه؟ 54 سنه. طيب تمام اوكي. ووزنها قد ايه؟ وزنها زايد؟ 120 كيلو. و عندها اي مشاكل صحيه؟ لا. طيب تمام. يعني هي بس، طب بتتحرك ولا ما بتتحركش؟ لا هي ست كبيره حركتها قليله. مش كبيره قوي يعني، لا تقدر تتحرك يعني. هل عندها مشكله في الحركه ولا لا عادي بتتحرك زينا؟ بتتحرك عادي في البيت بس. طب بتاكل كتير ولا مشكلتها ايه في زياده الوزن؟ هي بتحب الاكل. بتحب الاكل. طيب بصي بقى، طالما بتحب الاكل يبقى احنا عايزين ناخد لها الحاجات اللي تقلل شهيتها، اللي تخليها ما تاكلش كتير، اللي تملى معدتها، تمام؟ فاحنا هنعمل ايه؟ اول حاجه طبعا الانظمه الغذائيه اللي هتوصلكم مجانا مع كورسلين كاب، عشان انا نسيت اقول الموضوع ده، هيوصلكم انظمه غذائيه مع كورسلين كاب عشان ينظموا لكم الاكل. تاني حاجه هتاخد كبسولات سد الشهيه اللي هي الكبسولات الذكيه اللي بتملى المعده، فمش هتلاقي نفسها جعانه، وحتى لو نفسها في حاجه هتاخدها بس بكميات بسيطه، ودي الميزه. انا مش عايزه حد يبقى محروم من حاجه، لا ياكل كل حاجه. ياكل كل حاجه ما عنديش مشكله، ولكن ياكلها ايه؟ بقدر، ما يدوسش في الاكل يعني، وده ميزه الكبسولات الذكيه. في سنها ده محتاجه القهوه الخضراء طبعا، محتاجه المورينجا، لينك صفحه الفيسبوك نزل قدامكم وارقام التليفون باكد عليها مره تانية، فون او واتساب، علشان الناس اللي بيتصلوا وبيقولوا التليفون مشغول ابعتوا على الواتساب الارقام قدامكم ولينك صفحه عيش حياتك، علشان فريق الطب جاهز معاكم 24 ساعه بيرد على كل استفساراتكم. فهتاخد معانا كبسولات سد الشهيه يا ام اسامه، وهتاخد معانا المورينجا، تاخد فيتامين د مهم قوي قوي في سنها، لانه الاكيد انها عندها نقص في فيتامين د، لو عملت تحاليل هتلاقي عندها نقص في فيتامين د. وتاخد طبعا نقط الحرق تحطها على اي حاجه، لان هي هتزود وتحفز عمليه الحرق، وان شاء الله تبقي من اول 100 متصل، فهيوصلك الكورس وعليه خصم 50%، باكد مره ثانيه
اول 100 متصل هيوصلهم الكورس وعليه خصم 50% عشان حلقات راس السنه. عمالين بقى الاول كنا بنحط هدايا كتير، دلوقتي لا بنغريكم اكتر بان احنا بنقول لكم عندكم خصم 50% ومتابعه الفريق الطبي مجانا، والكورس هيوصلكم لحد البيت مجانا. وكمان في انظمه غذائيه علشان الناس اللي بتسال اكل ايه وما اكلش ايه، لا كمان واصل لكم معاه انظمه غذائيه. فهتخسوا هتخسوا، بس يعني في اراده شويه يا جماعه، يعني احنا جايبين لكم الحاجه لحد البيت بس اتعبوا شويه، يعني اتعبوا، بلاش ان انتوا ايه تبقوا عايزين الدنيا كده تجيلكوا لحد عندكم كمان ما تتعبوش، لا احنا مريحينكم خالص، فلازم ان انتوا تتعبوا معانا عشان توصلوا للنتيجه اللي انتوا عايزينها. مكملين معاكم، هنطلع فاصل وعيش حياتك وازاي نعيشها صح وهنخس من غير حرمان. وايتفيل أكيد مش عادي. وايتفيل الآن متوفر لدى جميع الوكلاء والموزعين. كنت معاكم مي حلمي. كات برافو يا مي سيركش. يا مسكرة اللي بالشباك يا معسيلة، ايه الجمال والحلاوة دي، وربنا ده انت على اقسم بالله على مية. ايه اقسم بالله دي؟ ما شربتش حاجة ليه؟ هنشرب دلوقتي اهو. لا استنى، اصل احنا بنشرب لوبي سر رشاق. لوفي سكر دايت، لوفي للتحلية بدون زيادة في الوزن، طعم السكر الطبيعي مع لوفي سكري مظبوط. لوفي متوافر في جميع الصيدليات. ثانية بقى نتكلم جد، وسع تاني العبول لنا. لو عشوة تحلى في افطار واحلى، الصحة واضحة على السفر اهي، على القهوة ميزة كده منه فيه، على طول في بيتنا خش تلاقي، لو طالبة طاقة اديها طاقة، اوعى الرشاقة في العلبة دي، ما احنا في اللبن فاهمين، احنا عبور مهما تدور، في اللبن احنا معدين، خبرة سنين هنا سابقين، عشانكم احنا مكملين. عبور لن جبنة ولبن جامدين. صباح الخير يا فندم. صباح النور. فطار؟ لا استني، انا بستعمل لوفي. لوفي وصل يا سادة، هيغير العادة، هيخليك ترمي القهوة السادة وتشربها زيادة. انا رايح الشغل يا حبيبي، خدت اللوفي؟ يومي ما يعديش من غيره. لوفي سر شك. لوفي سكر دايت، لوفي للتحلية بدون زيادة في الوزن، طعم السكر الطبيعي مع لوفي سكري مظبوط. لوفي متوافر في جميع الصيدليات. من جوه المصنع جنب المكنات قدام خطوط الانتاج، شاهدين على الصناعه وتعب العمال. صدى البلد لكل اهل البلد. رجعنا لكم مرة ثانية وعيش حياتك، وحلقة من حلقات السنة الأخيرة بقى 2022، بنختم بيها السنة 2022، وكلها مفاجآت، وكلها إزاي نبقى في أحسن حال وأحسن صورة، وإزاي نخس صح، وإزاي نخس من غير حرمان وتبقى صحتنا أفضل كمان. شفت كل الحاجات اللي أنا قلتها دي؟ كل الناس بيبعتولي يقولولي عايزين نخس وزني زيادة، عايزة يبقى شكلي أفضل على رأس السنة، التخن مسبب لي مشاكل في الضغط، في القلب، في السكر، كل ده بنحله معاكم في عيش حياتك. أهم حاجة صوروا أرقام التليفون الموجودة دلوقتي على الشاشة، كلمونا فون أو واتساب، ولينك صفحة عيش حياتك هينزل دلوقتي لأي استفسارات تخص الدايت.
ومعانا كورس لينكاب. هأكد مرة تانية، كورس لينكاب كورس مسجل ومرخص من وزارة الصحة، علشان خاطر الناس اللي بتبقى مش مطمنة أو قلقانة. لأ يا جماعة، كورس مسجل ومرخص من وزارة الصحة، عشان كده طالعين نتكلم عنه، ومعانا فريق طبي متخصص، مش قصة خبراء تغذية، علشان أي حد عنده مشكلة بيتصل بيهم بيقولوا له إيه الحاجة المناسبة ليك بالظبط، مناسبة ليك ولسنك ولحالتك الصحية، راجل ولا ست، طبعا بيفرق من واحد للتاني. الكورس عندنا فيه كل العناصر اللي بتقضي على أسباب السمنة. أكد مرة تانية، لو أنت عندك مشكلة في أنك بتاكل كتير، عندك نهم للأكل، مش عارف تكنترول نفسك في الأكل، هتلاقي معانا في كورس لينكاب الحاجات اللي تقفل الشهية. لو عندك مشكلة في الحرق هتلاقي الحاجات اللي تحفز عملية الحرق. لو عندك مشكلة في السمنة الموضعية هتلاقي الحاجات اللي تقضي على السمنة الموضعية. لو عندي مشكلة في أن التخن سبب لي ألم في رقبتي والعمود الفقري وركبي علشان التقل، هتلاقي حاجات تعوض وتبقى مضادة للالتهابات، وهتلاقي فيتامين د، وهتلاقي أوميجا 3، وهتلاقي كولاجين، هتلاقي حاجات كتيرة جدا جدا. بسؤال الفريق الطبي طبعا هيقول لكم الحاجات المناسبة ليكم. فمرة تانية، صوروا أرقام الفريق الطبي، اتصلوا بيهم أو ابعتوا لهم واتساب أو لينك صفحة الفيسبوك، هيوصلكم كورس لينكاب لحد البيت مجانا، ومتابعة الفريق الطبي مجانا، وأول 100 متصل هياخدوا خصم 50%. عمالين نريحكم، مفيش أكتر من كده يعني. هتاخدوا معانا طبعا حلقات رأس السنة اهي، خصم 50% لأول 100 متصل، وهيوصلكم الكورس لحد البيت مجانا. جالي في الفاصل سؤال من إبراهيم بيقول لي أنا عندي 39 سنة بس 97 كيلو وطولي 177 سنتي، بس عندي بقى مشكلة في الضغط والسكر، وباخد أدوية السكر بس أقراص مش أنسولين. طبعا هو 97 كيلو في ناس هتقولي مش كتير، لكن مع السكر والضغط لازم نقل، وانت 177 كيلو، فعايزين نخس من 15 ل 20 كيلو. هنبدأ ناخد كورس لينكاب، أول شهر هتقل فيه مش أقل من 10-12 كيلو مع نظام غذائي هيعمل لك استقرار لحالة السكر، لأن أنت لازم تخس. تاخد المورينجا، المورينجا زي ما بقول فيها فيتامين دي مهمة جدا جدا علشان السكر، قهوة الخضرة وكبسولات سد الشاي وفيتامين دي، الأربعة دول مهمين قوي لأي حد مريض سكر وعايز يخس. تعالوا ناخد تليفون. ألو. ألو. أيوة. ازيك يا دكتور؟ مين معانا؟ معاك حسام. حسام بتكلمنا منين؟ من رحاب. من رحاب، صباح الفل عليك يا حسام، وكل سنه وانت طيب، سنه جديده سعيده عليك يا رب، ربنا يخليك. قول لي بقى مشكلتك ايه؟ انا عندي 31 سنه. اوكي تمام. قولي 179. تمام. ووزني 95. 95، طيب تمام. اوكي، حاولت تعمل دايت قبل كده؟ حاولت تخس قبل كده؟ بص، مبدئيا انا شغلي كله مكتبي قاعد. تمام. انا مش بتحرك كتير، او تقريبا يعني مفيش حركه. طب واكلك نظامه ايه؟ يعني باكل تقريبا 3 طقوس في اليوم. طيب ما هو ماشي، ما انا ممكن اكل 3، بس بتاكل اكل صح ولا بتاكل اي حاجه؟ وبتاكل اكل من بره وبتشرب حاجات ساقعه؟ معظمه تيكاوي. معظمه تيكاوي. طيب، ما هو انا عايزه بقول احنا بنمشي في طريقين. الطريق الاولاني اللايف ستايل الصحي، ان انا اكل صح وكل حاجه وحشه ابعد عنها، وكل حاجه مضره ابعد عنها، اقلل الكافيين واقلل النيكوتين وابعد عن المياه الغازيه ومشروبات الطاقه وكل الحاجات المضره دي نبعد عنها. ده طريق، وطريق مهم جدا جدا. تمام. الطريق الثاني اللي هو الكورس لينكاب، وان انت تخس صح، تخس وانت محافظ على جسمك، تخس وانت محافظ على الكتلة العضلية، تخس من غير ما تحس ان انت عندك انيميا، او من غير ما تتعب، او من غير ما تحس ان انت بقيت همدان. انت قاعد على مكتب بس، عايز قول لي عايز تقول ايه؟ المشكله ان انا الكرش عندي كبير. تمام. تمام. وعندي غضروف من القعده كتير واستواء، فالكرش ده بيضغط على فقرات الظهر فيعمل بالزبط. مشكله زياده. بالظبط كده، الكرش ده مشكله يا جماعه كبيره جدا، في ان هو بيضغط على فقرات الظهر فيعمل لي الام زياده، فلازم الكرش ده ينزل. غير انه لا قدر الله ان الكرش ده بيخليك عرضه لاصابه بالسكر من النوع الثاني، لان الدهون. المشكله ان انا عندي شهيه للحلويات. شهيه للحلويات، يعني انا ممكن يبقى عندي مقاومه انسولين. يعني انا ممكن لو انت رحت عملت تحليل هما اي ار ممكن تلاقي عندك مقاومه انسولين، ودي بدايه الطريق لسكر من النوع الثاني. ليه؟ لان الدهون اللي بتكون في الكرش دي بتفرز انسولين بيدخل الخلايا، الخلايا تقاومه anyway، يعني يعمل لك سكر من النوع الثاني، فلازم الكرش ينزل. هينزل ازاي بقى؟ المهم بس ان شاء الله تبقى من اول 100 متصل. لو لحقت اول 100 متصل بقى ما خلصوش، كنت هتاخد 50%، بس لو انت من بعد ال 100 متصل هتاخد الهدايا بتاعتنا اللي هي الشامبو العلاجي او فيتامين سي او الزنك او الاوميجا 3، طبعا كله على حسب حالتك انت، الفريق الطبي هيتواصل معاك. طيب احنا عايزين نخس، بس المشكله ان احنا مش بنتحرك كتير، احنا قاعدين وعندنا كرش، فلازم ان احنا نعمل كنترول للاكل اللي احنا بناكله ده. هنغير طبيعه الاكل طبعا، دي حاجه،
الحاجة التانية هناخد كبسولات سد الشهية، ركز معايا كده عشان تطلبهم من الفريق الطبي. هتاخد كبسولات سد الشهية علشان تحس ان انت مش جعان ومش بتاكل حلويات كتير، وايفن لو كلت هتاكل كميات بسيطة. هتاخد المورينجا، المورينجا مهمة جدا جدا، هتفتت الدهون المتكتلة في منطقة البطن اللي هي الكرش دي، فهتعمل استقرار لنسبة السكر، فلا قدر الله لو في مقاومة انسولين نقدر ان احنا نقلل اعراضها فما نبقاش عرضة للاصابة بالسكر من النوع التاني. فهتاخد المورينجا، مهمة قوي قوي. تاخد القهوة الخضراء برضو هتحفز الحرق وفيها مضادات اكسدة، فبرضو حلو جدا انها تنشط جسمك. هتاخد فيتامين د علشان السمنه الموضعيه اللي هي متركزه عندك في البطن، وفيتامين د هينفعك علشان خاطر الغضروف والام الغضروف والعمود الفقري، فيتامين د مهم جدا جدا ليك. وان شاء الله تبقى من المتصلين اللي هياخدوا هدايا، فلو انت بقى هتاخد هدايا ممكن تاخد الكولاجين، لان الكولاجين هينفعك برضو علشان الام العمود الفقري، عشان انت بتقول ان عندك انزلاق غضروفي. فبصوا يا جماعه، اغلب الرجاله اللي قاعدين على المكاتب مشكلتهم في الكرش، مشكله كبيره جدا جدا في موضوع الكرش، فلازم ان احنا نحاول نقضي عليه. نقضي عليه ازاي؟ اول حاجه نبعد عن الاسباب اللي بتسبب الكرش، تمام؟ الاول برضو صوروا ارقام الفريق الطبي علشان تتواصلوا معاهم. الاسباب اللي بتسبب الكرش اللي هي ايه؟ طبعا الاكل الغلط، ده حدث ولا حرج، طبعا كله بيعك في الاكل. نبعد عن السكر الابيض، نبعد عن المشروبات الغازيه، نبعد عن الدقيق الابيض، العيش الفينو والكرواسون والباتيه واللي احنا طول النهار ننقنق فيه من المخابز، نجيب كده شويه مخبوزات ونقعد ناكل. نبعد عن الحاجات دي خالص. نبعد عن الاسترس والضغوط العصبيه قدر الامكان، لان الضغوط العصبيه بتزود الكورتيزول اللي بيتركز برضو في الكرش. نشوف فيتامين د، لان لو عندي نقص فيتامين د هلاقي عندي كرش. فالاهم حق نبعد عن مشروبات الطاقه اللي فيها كافيين كتير اللي بيتركز في الكرش. شوفوا اسباب كتيره ازاي، نبعد عن الاسباب اللي بتسبب الكرش، وبعد كده نشوف بقى نخس ازاي وناكل صح ازاي. معانا تليفون. الو. الو، ايوه، مين معانا؟ ازاي حضرتك يا دكتور؟ تمام حبيبي، زي الفل. مين معانا؟ قولي لي. انا اسمي نهى. مها، قولي لي يا مها، بتكلمينا منين؟ انا دلوقتي انا من بورسعيد. تمام، قولي لي بقى مشكلتنا ايه. هو انا عندي 38 سنه. تمام. مش طويله قوي، قصيره 160 سنتي. لا طويله، دي حلوه جدا. انا مش عايزه اقول لك انا كام. كملي كملي. بس وزني هو المشكله، يعني انا دلوقتي يعني 95 كيلو. انت 95 كيلو؟ مظبوط. اوكي طيب تمام. حاولتي تعملي اي دايت؟ عملت كتير بس طبعا برجع. انا عندي مشكله ان انا عندي دهون على الكتف، وطبعا الفيتامين د عندي 7 قليل جدا. انت عارفه ان احنا مثلا يعني من بعد ال 35 35 40 نقدر نتكلم، تحت ال 30 يبقى كده عندنا حاجه غلط لازم ان احنا نعوضه. فطبعا فيتامين د ده اول حاجه كده انت قلتي علاجك لوحدك ان انت هتاخدي فيتامين د، وده طبعا من مكونات كورس لينكات. تمام. تاني حاجه قولي لي نظام يومك ماشي ازاي. هو متلخبط شويه، يعني انا مثلا ما بفطرش خالص، انا بتغدى بس. وبالليل الصراحه بالليل ما بيكونش فيه مثلا غير حلويات، بيبسي كده بس. تمام بالليل. اوكي، يعني انت ما بتاكليش الوجبات متنظمه؟ لا لا، انت معتمده ان انت بتاكلي قليل، فالمفروض ما تتخنيش. ده بالظبط كده. تخيلي بقى انت لما تاكلي قليل تتخني، تخيلي القصه دي. لما بتاكلوا قليل قوي قوي، وكل مره اقول نفس الكلام، لما بتاكلوا قليل قوي بتحرموا جسمكم قوي قوي، الجسم بيحافظ على الدهون اللي فيه ويفضل مثبت فيها كده، وبيقول انا داخل مجاعه، فيحافظ على الدهون، بيعمل ديفنس ميكانيزم يدافع عن نفسه. فطبعا الاكل القليل جدا والحرمان بيزود الوزن، لان الجسم بيكلبش في دهونه زي ما بيقولوا كده. فطبعا اول حاجه لازم تنظمي اكلك، تنظمي يومك، تفطري وتتغدي وتتعشي، وبين كل وجبه والتانيه لازم تاخدي سناك، سناك صحي طبعا. الصيام المتقطع مش بينفع مع كل الناس، وخصوصا الناس اللي بتحب الاكل، مش هيقدر يصوم 16 ساعه، هيبقى صعب جدا بالنسبه له. فبالتالي بنمشي معاهم بنظام ان انت تاخد وجباتك الرئيسيه وفي النص سناكس صحيه. طبعا الفريق الطبي هيقول لك ايه هي النظام الغذائي اللي تمشي عليه، لان انا لو قعدت اقول نظام غذائي لكل واحد عايزين حلقه 10 ساعات. فتاخدي نظام غذائي مناسب ليكي، يقول لك تاكلي امتى وما تاكليش امتى. حاولي تعدلي يومك، تصحي بدري وتنامي بدري. بلاش ان احنا نقلب اليوم، لان ده من الحاجات اللي بتلخبط هرمونات الجسم فبتزود التخن، عشان تبقوا عارفين. بعد كده تبداي زي ما بقول، انت بتاكلي كتير، فهنعمل كنترول بكبسولات سد الشهيه. ناخد كبسولات سد الشهيه علشان خاطر نبطل اكل، مع تحفيز الحرق بالقهوه الخضراء والمورينجا. ونقط الحرق دي لطيفه جدا، وكلنا نسمع عن خل التفاح. خل التفاح لما بنحطه على السلطه، لما بنحطه على العصير، لما بنحطه على ميه حتى، بيحفز عمليه الحرق جدا، وبيعزز دور البكتيريا النافعه اللي موجوده في معدتنا. فهو بيفيدني، مش بس بيخسسني، لا هو بيفيدني. مع مضادات الاكسده اللي موجوده في القهوه الخضراء فبرضه هتفيدني.
فميزه كويسه جدا مع في كورس لينكاب ان هو مش بس بخس، لا ده انا بتعالج، مش بس بخس لا ده انا صحتي بتبقى افضل. فدي ميزه موجوده في كورس لينكاب، عشان كده بقول للناس يا جماعه القصه مش ان انا بس عايزه اخس، لا انا عايزه صحتي تبقى افضل، عايزه ابقى نشيطه، عايزه ابقى مركزه، فاحنا معانا اوميجا 3 في كورس لينكاب، عايزه ما عنديش سمنه موضعيه فمعانا فيتامين د، عظمي واجعني معانا فيتامين د، ومعانا كولاجين، عندي اي عدوى فيروسيه بتاثر فيا، عندي ثلاث حاجات بيزودوا المناعه اللي هي القهوه الخضراء واوميجا 3 وفيتامين د. فكورس كومبو ميكس شامل ويعني على كل المشاكل اللي عندي هو يقدر يعالجها لي ويحلها لي، والاهم ان انا هخس. صوروا الارقام يا جماعه بتاعه الفريق الطبي قبل ما الحلقه تخلص عشان تكلموهم فون او تبعتوا لهم واتساب، ولينك صفحه عيش حياتك هينزل دلوقتي برضو علشان اي حد عايز يدخل على الفيسبوك يقدر ان هو يتواصل معاهم. وبجد مرسي للفريق الطبي اللي مكمل معانا ومستحمل كل ضغط التليفونات، وكمان بيتابع الحالات بنفسه، والمتابعه مجانيه والشحن مجاني، واول 100 متصل قلنا هياخدوا ايه 50%. ركزوا في القصه دي. طيب برضو جاي لي رساله من جيهان بتقول لي انا حمايه قاعد معايا وعنده زياده كبيره جدا في الوزن، وزنه وصل 112 كيلو، هو مش طويل قوي عنده 68 سنه، بياكل كتير جدا بس المشكله ان هو عنده القلب ومغير صمامات، فطبعا لازم يخس. اكيد دكتور القلب بتاعه قال له ان هو لازم يخس، لان 112 كيلو على مريض قلب كتير جدا جدا جدا، فلازم وزنه يقل. وزنه يقل ازاي؟ ده دورك طبعا كتر خيرك. يعني انا بحب الستات قوي اللي بتهتم بحماها وحماتها وتبدا ان هي تبقى عايزاهم يبقوا افضل، فهو قاعد معاها دورك ان انت تنظمي له وجباته الغذائيه، ده نمره واحد. يحب الاكل الكتير هناخد حاجات، هناخد كورس لينكاب، هناخد منه كبسولات سد الشهيه اللي هتقفل معاه الشهيه، مع القهوه الخضراء والمورينجا هيعملوا له استقرار لحاله القلب علشان برضو بيمنعوا تكتل الدهون وبيعملوا استقرار لمستوى الكوليسترول في الدم، فبرضو ده اي مريض قلب لازم يعمل كنترول لمستوى الدهون في الدم، فطبعا مهم ده، مهمه دي دور المورينجا فمهمه جدا جدا. وياخد طبعا فيتامين د، ده برضو كويس قوي قوي. ودورك بقولك ان انت تنظمي له الوجبات الغذائيه، الفريق الطبي كمان هيقولك على النظام الغذائي اللي انت تقدري تمشي عليه، هنأكله بقى كميات صغيره كميات صغيره من كل الحاجات اللي بيحبها متوزعه على مدار اليوم علشان ما يحسش ان هو جعان، ولما ياخد كبسوله سد الشهيه هتنفش جوه معدته فهتزود الفوليوم بتاعها وتقلل حجم المعده، فايفن لو عايز ياكل اي حاجه هياكلها لكن بكميات بسيطه، وده المهم ان هو ما يبقاش محروم فما يتضايقش، لان السن الكبير طبعا تعرفين ان هو بيزعل من اقل حاجه، فانت اهتمامك بيه هيظهر جدا في ان انت تاكليه كل حاجه بكميات بسيطه، وياخد كورس لينكاب طبعا المناسب ليه، وان شاء الله بفضل الله هيقل. مين معانا؟ معانا جنى. الو. ايوه صباح الخير. صباح الجمال يا دكتوره. مساء الجمال حبيبتي، مساء الجمال عليكي. تكلمينا منين؟ انا من اسكندريه. اسكندريه؟ لا يا جماعه احنا كل يوم بيكلمنا حد من اسكندريه، بقى احنا لازم نجي لكم بنفسنا اسكندريه. انا بجد ما صدقت ان انا يعني اتواصل مع حضرتك. حبيبتي تحت امرك والله. بصي احنا حاطين تليفونات قد ايه، ولو في مشكله في الفون ابعتوا لنا واتساب، موجودين معاكم والله على طول. تمام. بصي يا دكتوره انا عندي مشكله يعني كبيره قوي الصراحه. لا ان شاء الله ان شاء الله ما فيش مشاكل كبيره قوي. بصي انا مشكلتي ان انا باكل بالليل عشان انا بصحى من النوم متاخر فمش بقدر افطر، فانا يعني الوجبه بتاعتي اول وجبه بتبقى الغداء. بتصحي تاكلي الاكل بتاع الغداء على طول؟ اوكي. وطبعا بفضل بقى سهرانه لغايه بالليل، فطبعا طول ما انا قاعده بالليل باكل. تمام. تاكلي بقى ايه؟ اي حاجه وخلاص ولا بتاكلي ايه؟ اي حاجه، وبالذات بقى في الشيبسي مكسرات، بشرب بيبسي كتير. طب قولي لي سنك قد ايه الاول؟ سنك قد ايه ووزنك وطولك؟ انا عندي 22 سنه. اوكي. ووزني يعني حوالي 90 كيلو. تمام. طولك قد ايه؟ 166. طب حلو، طويله برضو. انا بعتبر اي حد فوق ال 160 طويل، عندي عقده بالموضوع ده. تمام. اوكي. طب ما انا ممكن انا برضو يعني انا دايما اقول للناس ان حتى اللي بيحبوا ينقنقوا اكل حاجات صحيه، يعني مش لازم ان انا اقعد اكل حلويات وبسكوتات وشوكولاتات ومكسرات والحاجات دي، اكل حاجات تانية. يعني ايه المشكله مثلا عندك لو انت عملتي طبق سلطه؟ في مشكله؟ لا مفيش مشكله، بس هي بتبقى يعني مثلا انا قاعده بقى الموجود في البيت مثلا اخواتي جايبين مثلا شيبسي اقعد انا. لا ما احنا بقى عايزين نعمل ايه؟ يعني احنا عايزين بقى نعمل ان القعده دي تبقى كلها حاجات صحيه، يعني احنا عايزين نغير بقى الجو ده بتاعنا. لو عايزين ناكل بطاطس نعملها عادي، بس بلاش بلاش نجيب اللي بره، لان اللي بره غالبا مش بطاطس وكميه مواد حافظه فظيعه، فطبعا بتتخن جدا جدا. فلو احنا ايفن عايزين ناكل بطاطس، انا مش ضد البطاطس على فكره، اي حاجه ربنا خلقها موجوده كده طالعه من الارض دي صحيه.
يعني انا ضد المصنعات، لكن تقولي لي بطاطس بطاطا رز، انا مش ضد الكلام ده، لا ناكله ناكله ما عنديش مشكله خالص، ناكله في البيت، ناكل خس، ناكل جزر، ناكل فلفل الوان مليان مضادات اكسده، كل الحاجات الملونه. بصوا انا عايزه دايما السفره تبقى مليانه الوان، كل ما كترنا الالوان كل ما زودنا المناعه، وده مهم قوي قوي الفتره دي، علشان خاطر طبعا كلنا سامعين ان كورونا رجعت تضرب الصين بكم فظيع جدا، فاحنا عايزين الفتره دي ان احنا نقوي مناعتنا. نقوي مناعتنا ازاي؟ بالاكل الصحي، دي حاجه. الحاجة التانية هقوي مناعتي ازاي؟ كورس لينكاب بيقوي المناعة جدا، بيحفز نشاط الجهاز المناعي. ليه؟ لان انا عندي في قهوة خضراء مضادات اكسدة، مضادات اكسدة يعني بتعمل زي حائل كده بيني وبين الاصابة باي عدوى من بره، بتحفز دايما الخلية تبقى عاملة حائط صد اي عدوى فيروسية او بكتيريا هي بتبقى مضادة ليها. فالقهوة الخضراء موجودة في كورس لينكاب مهمة جدا جدا علشان تحفيز نشاط الجهاز المناعي. الاوميجا 3 مهمة جدا جدا لتحفيز نشاط الجهاز المناعي. فيتامين دي الناس فاكرة ان هو بس علشان خاطر الام العظام، فيتامين دي فعال ومهم قوي برضو في تحفيز نشاط الجهاز المناعي. المورينجا فيها فيتامين بي برضو علشان نشاط الجهاز المناعي. فانا الفترة دي عايزة اخس، بس اخس صح، احافظ على نفسي، اخد سناكس صحية، مش زي ما انت بتقولي اقعد اكل شوكولاتة وبسكوت ومكسرات. انا مش ضد المكسرات، لكن اكلها ايه؟ مش محمصة ومش مملحة وكميات بسيطة، مش ان انا احط بقى مكسرات محمصة ومملحة واقعد اكل فيها، لا اكل مكسرات نية بكميات بسيطة قد قبضة اليد يعني، وقبضة ايد صغيرة مش قبضة ايد كبيرة، تمام؟ ومع كورس لينكاب زي ما قلت المكونات اللي فيه، وان شاء الله تبقي من اول 100 متصل عشان تاخدي خصم 50%. معانا ام امير. الو. ايوه صباح الفل. صباح الخير يا دكتور. صباح الجمال حبيبتي، بتكلمينا منين؟ من الفيوم. الفيوم؟ لا لا بصوا احنا برضو الفيوم مركزين معانا، الفيوم واسكندريه والمنصوره ثلاثة دول مركزين معانا. قولي لي بقى مشكلتك ايه؟ هي مش مشكلتي يعني، امال هي مشكله امي. قولي لي يا حبيبتي، ربنا يبارك في عمرها. ربنا يخليكي يا دكتور. الله يخليكي يا حبيبتي. هي ست كبيره في السن. اوكي تمام. كانت عايزه اتكلمك من كتير قوي، بس كانت خايفه عشان خاطر الدواء ما يكونش زين، عشان هي جربت ادويه كتير. لا يا حبيبتي، ما احنا دايما بنقعد نقول ان الدواء بتاعنا مسجل ومرخص من وزاره الصحه، دي حاجه. الحاجه الثانيه ان الفريق الطبي بيتابع معاها فبيقول لها ايه المناسب ليها وايه اللي مش مناسب، علشان خاطر لو هي عندها اي مشاكل صحيه ما تقلقش خالص. هي ست كبيره عندها 54 سنه. 54 سنة كبيرة. ضغط وسكر. تمام يا حبيبتي، ايوه اوكي. لا ما تقلقش خالص، لو هي بتتكلم على ان هي خايفه تاخد ادويه، لا ما فيش مشكله، الكورس عندنا مسجل ومرخص من وزاره الصحه، فتبقى يعني ما تقلقش خالص. حاجه ثانيه، في فريق طبي بيتابع معاها فبرضه ما تقلقش خالص. حاجه ثالثه والاهم بقى، ان هي لو عايزه تخس في وجود الضغط والسكر باذن الله وبفضل الله يعني مع كورس لينكاب هتخس، وكمان حالتها هتبقى هتتحسن. قولي لي هي وزنها قد ايه؟ الو ام امير، معانا ولا مش معانا؟ 120. طيب بصي حبيبتي، هتاخد معانا القهوة الخضراء والمورينجا وفيتامين د ونقط الحرق، الحاجات دي مهمة جدا جدا، مش بس هتخسسها، لا هتظبط معاها قوي السكر، لأن 120 خشونة. ما هو عشان كمان التقل حبيبتي، فهتاخد فيتامين د هيساعد شوية. أصل الخشونة دي يعني إيه؟ يعني الغضاريف اللي بين العظم وبعضه بتتاكل، فالعظم بيحك في بعضه، فده اللي بيسبب الوجع، ده اللي بيسبب الالام اللي الناس بتبقى مش قادره، لان بين العظم وبعضه في المفاصل بيبقى فيه زي غضاريف مخدات كده، لما بتتاكل بقى بتتاكل العظم بيحك في بعضه، فطبعا بيبقى الم كبير جدا جدا وعلاجها بيبقى صعب. فلازم ان انا اخد كولاجين، لازم ان انا اخد فيتامين د، لازم وزني يقل، لان طول ما انا مليان بضغط على المفاصل دي. فطبعا لازم تخس. هتخس معانا ازاي؟ هتاخد زي ما بقول القهوه الخضراء، هتاخد المورينجا، تاخد فيتامين د هينفعها جدا جدا، وتاخدي بقى الهديه بتاعتك، قولي لهم ان انت هتاخدي الكولاجين الهديه بتاعتك علشان خاطر ينفعها قوي في موضوع الخشونه، ده هيبقى مهم جدا جدا ليها. وبقول لك ان شاء الله ان شاء الله يعني لو انت من اول 100 متصل، بس اعتقد طبعا خلص، وهتاخدي خصم 50%. هنطلع فاصل دلوقتي بس مكملين معاك، وعيش حياتك، واستنونا بقى بعد الفاصل، في مفاجآت كتير وهنخس من غير حرمان. رجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل، وعيش حياتك، وازاي نخس صح ونخس من غير حرمان. كل مرة بأكد لكم على ده علشان كل الناس بتكلمني، احنا زهقنا، احنا حاسين بملل، نفسي اكل شوكولاتة، نفسي اكل بسبوسة، نفسي اكل كنافة، نفسي اكل مكرونة بشاميل. اعتقد انا الدكتورة الوحيدة اللي اي حد بيتابع معايا في رمضان بقول له كل حلويات شرقية،
يعني الناس بتستغرب ناكل حلويات شرقيه ازاي، انا بقول لهم ياكلوا حلويات شرقيه ازاي، دي بقى بتاعتي، تاكلوها امتى وكميه قد ايه دي بتاعتي مش بتاعتكم انتوا، بس طبعا مش سنيت بسبوسه عشان برضو في ناس بتدوس جامد، لكن نقدر ان احنا ناكل كل حاجه بس الميعاد امتى والكميه قد ايه وطريقه صنعها ازاي، عشان بس ايه جو الرجيم القديم وده لا وده غلط وما ناكلش كربوهيدرات وزيرو كارب وناكل بروتين والحاجات دي طبعا ما بقاش موجود دلوقتي، ده كل اولد فاشن. اهم حاجه ارقام الفريق الطبي موجوده دلوقتي معاكم على الشاشه، واتصلوا بيهم او كلموهم واتساب علشان لو الفون مشغول، ولينك صفحه عيش حياتك هينزل برده معاكم دلوقتي عشان تتواصلوا مع الفريق الطبي اللي فعلا النهارده احنا بقينا 3 ايام ويا عالم هنزيد ولا لا، لان عيله عيش حياتك عماله تزيد فاحنا عمالين نزود لهم في الايام، وهتخسوا هتخسوا معانا ومع كورس لينكاب اللي احنا نوهنا عنه في اول حلقه وهعيده مره ثانيه. كورس لينكاب كورس مسجل ومرخص من وزاره الصحه، بيبقى فيه كل المكونات وكل العناصر اللي بتواجه المشاكل اللي بتسبب لي سمنه، يعني لو انا باكل كتير هنخفف الشهيه، لو انا عندي مشكله في الحرق هنحفز عمليه الحرق، لو انا عندي سمنه موضعيه هنقضي على السمنه الموضعيه، لو عندي كرش وهي المشكله الكبيره جدا لاغلب الرجاله هنقضي على الكرش، كله بيقول لي اه، كل اللي حواليا بيقولوا لي اه موضوع الكرش ده مؤثر فيهم جدا، عشان كده بقول لهم تابعوا مع الفريق الطبي، بس ناخد عادل الاول وبعدين ابقى اشوف الكروش اللي ورا الكاميرا دي كلها. ايوه عادل صباح الخير. صباح النور يا دكتوره، عامله ايه؟ تمام زي الفل. بتكلمنا منين؟ بكلم حضرتك من الزقازيق. صباح الفل عليك، ايه اخبارك؟ ايه مشكلتك ايه بقى؟ والله يا دكتوره انا وزني 137 اوكي وطولي 165 وعندي مشاكل كتيره قوي بسبب الوزن الثقيل. انت عندك كام سنه الاول؟ انا عندي 29 سنه. طب انت لسه صغير بقى، وزنك فعلا زايد قوي. طب ايه بقى المشاكل اللي عندك؟ يعني السمنه دي مسببه لك مشاكل صحيه؟ مسببه لي مشاكل كتيره قوي، ضغط وسكر وقلب وخشونه، حاجات كتير قوي. بتاخد علاجات؟ بتاخد علاجات؟ باخد علاج للحاجات دي. اه طيب، بس هو كل الدكاتره قالوا لي لازم اخس. ما لسه هقول لك، اكيد الدكاتره قالوا لك لازم تخس. طب السكر بتاخد له قراص ولا انسولين؟ لا باخد له قراص. اقراص؟ طب تمام، يعني بس لازم السكر اللي بناخد له اقراص ده اللي هو سكر من النوع الثاني، بعد العلاج الدوائي لازم اللايف ستايل والاكل الصحي وان احنا نخس. يعني دايما الناس اللي عندها سكر من النوع الثاني اللي بياخدوا له اقراص مش انسولين لازم يخسوا، ولازم وزنهم طبعا يقل، علشان خاطر كل ما الوزن بيزيد كل ما بيحصل لخبطه اكتر في افراز الانسولين والخلايا بتقاومه اكتر، فالجلوكوز بيتركز في الدم اكتر فنسبه السكر طبعا بتزيد، عشان يعني ايه ابسطها لكم. فلازم ان انت تخس طبعا، وسنك صغير جدا لازم تتحرك برده، يعني ايفن لو انا اخدت نظام غذائي واخدت كورس لينكاب اللي هيعمل لي خساسان ويعمل لي استقرار لحاله القلب والسكر، لازم تتحرك. يعني أنا اي حد بقول له لازم تتحرك، ايفن لو تلعب كارديو، تتحرك في البيت، تطلع السلم وتنزله، تمشي، حركوا نفسكم شويه. 29 سنه، يعني عارف يعني ايه 29 وعندك مشاكل صحيه؟ اه مش كلها في ايدك طبعا، لكن لازم تخس ولازم تتحرك شويه. يعني لازم حافظ على سنك في الخمسين من وانت لسه في الثلاثينات، علشان ما تبقاش كهل وانت في الثلاثين، ما تبقاش عندك امراض كتير وانت في الثلاثين. حافظوا على صحتكم من بدري، الصحة دي طبعا امانة. فطبعا انت هنا عندنا مشاكل في الضغط وعندنا مشاكل في السكر وعندنا مشاكل في القلب وعندنا خشونة اللي انا شرحتها قبل الفاصل اللي بتيجي نتيجة تآكل طبعا الغضاريف اللي بين العظم، كل ده هيبقى الخساسان اوبليجاتوري، يعني فرض علينا مش حاجة اوبشنال، يعني انا مش بختاره. فهناخد القهوة الخضراء، هناخد المورينجا، هناخد كبسولات سد الشهية، مهمة قوي لمرضى السكر. ليه؟ لان مريض السكر بيبقى عايز ياكل كتير، هو غصب عنه الانسولين طالع نازل، السكر متذبذب في الدم، فبيحس دايما انه عايز ياكل، وغالبا بيكون عايز ياكل حلويات. فكبسولات سد الشهيه مهمه قوي، فيتامين د كمان مهم جدا جدا علشان خاطر يعمل لي استقرار لحاله السكر. فكورس لينكاب يا عادل هيفرق معاك قوي وهيقلل لك وزنك ويعمل لك استقرار لحالتك الصحيه. طب ما تيجوا بقى نشوف هنعمل سلطه ايه النهارده، علشان برضو الناس تبقى عارفه ان احنا هنعمل سلطه فيها نشويات، فيها بطاطس. تعالوا بقى نشوف كده المكونات بتاعتنا النهارده. السلطه بتاعتنا فيها بطاطس مسلوقه علشان خاطر تبقى صحيه، بس نشويات من النشويات اللي انا بحبها. ليه؟ لان البطاطس من النشويات اللي هي بتعمل ماده جيلاتينيه او غرويه، مش عارفه غرويه او رغويه، مش عارفه بقى صح ايه، زي الجيلاتين كده في المعده علشان خاطر تسهل لي الهضم وعلشان خاطر كمان تملى المعده. الدريسنج بتاعنا اللي احنا بنحط فيه نقط الحرق، والبقدونس علشان خاطر الجارنش يعني، وناخد طبعا فايدته. بصوا هي سهله جدا، هي بطاطس مسلوقه، شيف عمر طبعا هو اللي قايم بالدور. بطاطس مسلوقه متقطعه مكعبات، مش بنسلقها، هو قايل لي ماشي عشان بس تبقوا فاهمين، مش بنسلقها كتير عشان ما تتهريش، انا بمشي على التعليمات اللي هو بيقولها لي بالظبط، مش بنسلقها كتير عشان ما تتهريش، وقال لي برده ما تقلبيهاش كتير عشان ما تتهريش. يعني بصوا انا برده بسمع ايه كلامه.
نقط الحرق اللي موجودة معنا في كورس لينكاب أنا بضيفها على أي حاجة، على أي عصير، على أي سلطة، على أي دريسنج، على المية، لأن هي زي ما بقول خل تفاح. هنسرفس بقى هنا في الطبق. كل شوية يقولوا لي أنت ليه بتعمل لنا سلطة، عايزين أكل أكل. بس أنا بحاول دايما أفهمهم وأقول لهم أن السلطة ممكن تبقى وجبة متكاملة فيها كل العناصر الغذائية أكمل بيها بقية يومي، مش لازم ان انا اكل رز ومكرونه واكل اكل كتير، لا السلطه ممكن تبقى فيها كل حاجه وتكمل معايا بقيه اليوم اهي كده. ونكمل احنا بقى ايه اسئلتنا، عشان عندنا اسئله طبعا فيسبوك كتير النهارده، وعندنا اسئله كتيره جدا برضو جايه لي في الفاصل. في ناس بتسالني ان هم بياكلوا الوجبات الرئيسيه بس بيجوعوا في النص، يعملوا ايه؟ ايه السناكس اللي انا ممكن اخدها في النص ايفن لو انا اكلت الثلاث وجبات الرئيسيه بس بجوع في النص، اعمل ايه؟ في سناكس مشروعة للناس اللي عايز تعمل دايت، الفشار، البوب كورن، قد كده يا جماعة عشان بس إيه الناس تبقى فاهمة. شفتوا البولة دي؟ أحط فيها فشار، البوب كورن اللي أنا بعمله في البيت، في البيت ومش بالكراميل طبعا ومش بالشوكولاتة، لأ أنا ممكن إن أنا أحط البولة دي وأعمل الفشار في البيت. وأي سناكس بعملها ممكن أحط معاها نقط الحرق، لو أنا عملت عصير فريش، لو أكلت الفاكهة الفريش، مفيش فاكهة ممنوعة بس كلها في حجم التفاحة، يعني الريفرنس بتاعي التفاحة واخد قدها، كمثرى، موزه، ثلاث فراولات، برقوقتين، خوختين، يعني انا الجايد بتاعي تفاحه. التفاحه دي هاخد قدها، غير ان التفاحه كمان السكر اللي فيها او النشا اللي فيها هو ده بيبقى مهم جدا، بيملى المعده، بيعمل الجيلاتين اللي جوه المعده، فبرضه بلعب بقى على الطريقين، سعرات حراريه قليله وبتملى لي المعده، فما احبش ان انا ما اكلش كتير، وده ميزه الفاكهه اللي زي التفاح وزي الكمثرى بتبقى مفيده جدا. السناكس برضه الخس، الجزر، الفلفل الالوان، كل الحاجات دي اقدر ان انا اخدها، اعمل بوله سلطه فواكه من غير سكر، سلطة عادية من غير ما اكتر الملح واعمل دريسنج واحط عليه زي ما بقول نقط الحرق. تعالوا ناخد اسئلة الفيسبوك. اول حاجة معانا اماني. اماني بتقول انا والدة من 10 شهور جسمي زاد قوي قوي، وصلت 97 كيلو، قبل الحمل كنت 72 وطولي 162. اول حاجة اي ست حامل او والدة كل مرة بكرر وبقول عادي جدا ان احنا نتخن، ده الطبيعي ان انت مع الحمل والولادة بتزيدي، بس في ناس بتزيد بزيادة قوي وبتبقى اوفر وما بتاخدش بالها وبتمشي ورا مبدأ كلي النفرين، لا ما تاكليش الاثنين، البيبي كده كده بياخد حقه، فانت كلي لنفسك، زودي بس من 350 ل 400 سعر حراري بالكتير في اليوم، دي حاجة. 10 شهور ده معناه ان البيبي دخلتي له اكل مع اللبن، تقدري بكل بساطة تاخدي كورس لينكاب هيفرق معاكي قوي علشان خاطر تقدري ان انت تخسي. وكمان انا عايزه اكد على ان الرضاعه سوائل مش اكل، الرضاعه ميه وسوائل، تشربوا ميه كتير وتاخدوا سوائل صحيه، سوائل الشفافه انا بحبها قوي، شاي الاخضر، القهوه الخضراء، النعناع، اليانسون، الجنزبيل، السوائل الشفافه تبقى حلوه جدا، وتشربي ميه كتير لان اللبن عباره عن دهون وميه فمش اكل، عشان بس ايه ما تعملوش الموضوع ان هو اكل. فتقدري ان انت مع كورس لينكاب انك تاخدي المورينجا، تاخدي القهوه الخضراء، تاخدي فيتامين د، لان انت طبعا هيبقى عندك عدم تناسق في الجسم، هيبقى تخين من حته وحته، لا هيبقى عندك بطن ولاده ودي تقعد وقت شويه بتبقى رخمه، فمع برده فيتامين دي هتقل كتير، وهتاخدي ان شاء الله تبقي من اول 100 متصل عشان تاخدي طبعا خصم 50%، لان الناس اللي بتتابع معانا على الفيسبوك دول بيبقوا كين قوي ان هم عايزين يخسوا، فريق الطبي طبعا بشكره جدا بيبقى قايم بالواجب معاهم. فاماني هتاخدي معانا كورس لينكاب، هتاخدي القهوه الخضراء والمورينجا، وهتاخدي نقط الحرق، هتاخدي كبسولات سد الشهيه علشان خاطر تقللي شويه الاكل، هتاخدي فيتامين د، اهتمي قوي قوي بالسوائل وشرب الميه، كلي الخضار والفاكهه اللي فيهم ميه كتير، كلي خس، كلي جزر، كلي فلفل الوان، الحاجات الفليش يا جماعه اللي هي فيها لحم دي تاكلوها لان كلها ميه فبتعوض اي فقد سوائل، ومش مطلوب منك ان انت تاكلي اكل كتير علشان خاطر الاكل الكتير ملوش علاقه بالرضاعه، هو اللي هيتخنك. تاني سؤال عندنا مريم. مريم بتقول انا جسمي ثابت مع اني بعمل دايت جامد، بيوصل ل 900 سعر حراري يوميا ومش بتعشى. والله العظيم انا عايزه احلف لكم واقول لكم حاجات كتيره قوي بخصوص الموضوع ده، كل ما تقللوا سعراتكم كل ما جسمكم هيوصل بلاتو، هيفضل ثابت، كل ما تبطلوا اكل جسمكم هيفضل ثابت ومش هيخس، كل ما تقولوا مش باكل غير وجبه واحده في اليوم جسمكم هيفضل ثابت. 900 سعر حراري ما حدش بياكل 900 سعر حراري، ما فيش حد كبير بياكل 900 سعر حراري. كل سعراتك الحراريه الطبيعيه بتاعتك وكل الاكل متوزع على مدار اليوم، وظبطي جسمك وكلي اكل صحي وبعدي عن المياه الغازيه وبعدي عن مشروبات الطاقه وبعدي عن العصاير الجاهزه، بنستسهل بنشتري العصاير الجاهزه من بره رغم ان احنا لو كلناها فاكهه في البيت هنستفيد منها. ابعدوا يعني لما جسمي يوصل لبلاتو كده ادخل في مرحله ديتوكس لجسمي حوالي من 3 ل 4 ايام،
ابعد خالص عن السكر الابيض، ابعد خالص عن الفاكهات اللي فيها الفركتوز، اخد الفاكهات اللي شبه الاناناس، الكيوي، التفاح، الاخضر، تمام؟ ابدا ان انا اخد قهوه خضراء، ودي موجوده معانا في كورس لينكاب عشان تعملي ديتوكس. ديتوكس بخلص جسمي من السموم وبهيئه مره تانية انه يبدا معايا عمليه الدايت تاني ويبدا يخس مره تانية. لما بوصل لبلاتو اعيد تاني ان انا ابدا اوزع وجباتي، اخد الحاجات اللي ما فيهاش فركتوز، ابعد عن الفاكهه. ما افتكرش ان انا طول ما انا عمال اكل فاكهه ان انا هخس، لا، ابعد عن الفاكهه اللي فيها فركتوز. اخد كيوي، اخد اناناس، اخد تفاح اخضر، الحاجات اللي هي تحسوها مزه شويه، تمام. اخد موز، مفيش اي مشكله، بكميات طبعا. اشرب ميه كتير، اخد قهوه خضراء ومورينجا، هيعملوا لي ديتوكس وهيقللوا من احتباس السوائل اللي موجود في جسمي. فالبلاتو اللي انا وصلت له ده، لا ده انا ههيئ جسمي ان هو يبدا مره تانية علشان يحرق وعلشان يخس تاني. ده بالنسبه لمريم وبالنسبه لكل الناس اللي بتقلل قوي قوي سعراتها الحراريه اعتقادا منها ان هي كده هتخس. لا، مش هتخسوا. قبل ما تبداوا نظام غذائي جديد، ادخلوا معايا في الديتوكس من 3 ل 4 ايام مع كورس لينكاب اللي موجود ارقامه معاكم مره تانية. قبل ما اختم هقول لكم كونكلوجن كده، بس اول حاجه صوروا ارقام التليفون عشان تتواصلوا فون مع الفريق الطبي او واتساب، ولينك صفحه عيش حياتك نزل. كنا معاكم في حلقة دسمة مليانة معلومات كتير لكل الناس اللي عايزين يخسوا صح ويخسوا من غير حرمان، واستنونا حلقة جديدة في السنة الجديدة وعيش حياتك.